كلام من قلبهم ومن محمد محمود وبالذات يعني اللي لفت نظري ودي يعني خلينا نقول دي ليلة وفاء، دي ليلة وفاء لمؤمن زكريا النهاردة. في لقاء كمان البيت الكبير أجرى مع العميد محمد مرجان، هنشوفه قال إيه برضو المؤمن زكريا، ونشوف مؤمن زكريا معشوق الجماهير قال إيه في يوم تكريم. انا سعيد اللي انا واقف معاه، ما اقدرش اقول له حاجه، لكن هو وعدنا طبعا اللي هو يبقى معانا الفتره اللي جايه، مش في يعني احنا كنا اتفقنا حتى كمان في الكلام ده قبل كده، مش في الكوره بس، لا على مستوى الفرق الرياضيه، ويمكن هو حتى بيقول لي في تواصل مع مدير جرح الباسكت ان شاء الله، ففي اي كل فرصه مؤمن هيبقى موجود معانا ان شاء الله باذن الله، وانا سعيد اللي هو موجود معانا النهارده، ويمكن التاخير بس ده نتيجه فيه اجراءات، لكن رئيس النادي كان من اول يوم المستحقات كامله، يمكن احنا عشان خاطر في اجراءات معينه، وانا قعدت اكتر من مره مع الكابتن مؤمن وشرحت له الوضع ايه، الحمد لله رب العالمين النهارده، يعني مش هقول احنا بننهي، لا احنا فعلا دي مستحقات الكابتن مؤمن زكريا بالكامل، وفي نفس الوقت النادي الاهلي بيقف مع كل اولاده لاعبين عاملين في النادي موظفين كل من ينتمي للنادي، النادي ما بيسيبوش، ولكن طبقا للاجراءات القانونيه وطبقا للوائح المنظمه، وده النادي الاهلي وكلنا بنقدر ده، فهي عمليه الوقت فقط لا غير، لكن هو في الاول وفي الاخر في وسطينا وده بيته، ويمكن انا شفت يعني انتوا شايفينه وهو بيشوف هو كمان لاعبين، وهو هيدعم سواء الكوره او النشاط الرياضي باذن الله الفتره اللي جايه، وهيبقى موجود معنا على طول ان شاء الله باذن الله. طبعا الواحد مبسوط يعني هو بيته وكده، الحمد لله. طبعا الواحد بقى لي فترة بعيدة عن النادي وكده، بس الحمد لله إن شاء الله الفترة اللي جاية كنا متواجد يعني. أكيد طبعا النادي بيتي وبشكر المجلس وجمهور وكله يعني، بصراحة ما عنديش أثر يعني، الحمد لله حبيبي.